مرحبا بكم أعزائنا المتداولين في مالي أفضل نصائح التداول يوم الاثنين الموافق 10 أكتوبر. وصل إعصار ماثيو إلى الشاطئ يوم الجمعة، لكن لم يتمكن النفط الخام من الاستفادة من زخم سعره السابق، ويؤدي ذلك إلى ترقب أسبوع تداول جيد للسلعة، وفي عقاب عدم تمكنه من اختراق مستوى المقاومة الأسبوع الماضي حتى بعد وصول عاصفة كبيرة لتضرب الولايات المتحدة، يمكن أن يجد النفط الخام لنفسه معرضا لمخاوف العرض والطلب مجددا، ويمكن تتعرض السلعة لبعض الضغوط الأسعار. سجل الجنيه الاسترليني يوم تداول غريب ليختتم به أسبوع التداول السابق، فقد شهد الجنيه الاسترليني هبوطا سريعا أدى تراجعه بشدة على الفور، وبمرور يوم الجمعة تمكن الجنيه الاسترليني من العثور على بعض الاستقرار، إلا أنه يواصل التداول بالقرب من مستويات منخفضة تاريخية. ويجب على المتداولين الذين يرغبون في فتح صفقات الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي اتباع استراتيجية إدارة مخاطر قوية، حتى إذا كانت الصفقة تبدو وكأنها فرصة للشراء. يتم تداول اليورو بالقرب من مستويات دعم مهمة، ولكنه تمكن من الصمود أمام ضغط مبكر من الدولار الأمريكي، كما أكد على تمكنه من تحقيق أرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع. لا تزال هناك تساؤلات عدة تحيط بدوتش بانك، كما تظل إحصائيات الاقتصاد الاتحاد الأوروبي مقلقة، ومع ذلك يمكن يتعرض اليورو للبيع بأقل من قيمته خلال فترة قصيرة، والمحتمل أن يكافح للحفاظ على قيمته اليوم. شكرا لكم على المتابعة، نتمنى لكم يوما طيبا.